رجعنا لكم في ميلس 12/8 مثل ما قلنا، لكن اللي استغربت منه حنان قالت لنا بيكم آخر فقرة، وصلنا الفقرة الأخيرة وحنان ما وصلت. كلامك مفاجأة مع مفاجأتي. مرحبا معين البستكي موجود اليوم. الله يحييك أخ معين، كيف الحال؟ ساك طيب عاد حنان قاعد بي، بس أنا شفت شيء ثاني هنا استغربت شو العلاقة. هاي المفاجآت اللي حنان وعدتكم فيها، هاي المفاجآت شكي، هاي الفيلم تذكرون فيلم أخ شكي. الله يسر، لو أنا مجابلتنها بعد أنا استأذن عيال اليوم ما بتنامين. يعني الشباب كلهم يتريون هذه الفقرة اليوم مميزة ومختلفة عن أي فقرة كانت سابقة، أن فيها خفة يد من إماراتي في هذا المجال، وهذا شيء جديد علينا. تكلمنا عن جانب خفة اليد في البداية. أهم شيء بس نوضح للمشاهدين أن ما في سحر أو ارتباط بشيء خارجي. أنا كنت بسألك هالسؤال، يعني الناس تشكك في المواضيع، لأن تجيني طلبات كثيرة عبر السوشيال ميديا على أشياء، يعني بعدل علاقتي مع ريلي، محتاج مليون دولار ولا هاي كنا محتاجينها فما اقدر. نعم. اكتب لهم ان تعذروني، بس يعني انتم جايين عند الشخص الغلط، فاهمين الموضوع غلط للطلب. نعم. هذا يعني صحيح. فما في اي ارتباط بشيء خرافي موجود حولنا، ولكن في اساليب وطرق احنا نستعملها ان ننجز المستحيل للمشاهدين. فاحنا جايينكم ان شاء الله باشياء كثيره. واحنا ما بن أيوة. هذا بس بصلب الموضوع صحيح. فخلنا نشوف استاذ حنان. يا الله شو اخبارك؟ يبدو زين البدايه عندها استاذ حنان، بس ركزي وياي شوي. اوكي، اذا ما تسوين مع الجماره تفكري لي باسم شخص او اسم مكان او ماده او اي شيء ثاني، وتغيري رايك كم من مره لما ترسي لك على معلومه. اوكي زين، والمعلومه هي كبريها في مخك، كانش حاطه خط تحت المعلومه هاي، عندك موجوده بارزه صح. فطلعت منك تفكرين بشيء تغيرين بارك كم من مره، انا حاس انك قاعد تفكرين كان في خيط يربط مخك بمخي، حاس ان مكان مش بس مكان، بس معلم صح. اوكي بس ركزي وياي، معلم، لو نقول مكان ممكن نفكر اي مكان خارج وداخل الدوله، ولا في داخل الدوله صح؟ صح، سياحي تقريبا. شيء كان ضخم، كان هالفتره تزيد عليها زيارات كثيره صح؟ الناس يصيروا لها كثير. جبل جيس، قاعد تفكرين جبل جيس؟ ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. الحين شو الحين شو اللي سويته قبل شوي؟ دخل مخ حنان عشان يعني هذا عباره عن شو؟ دخلت في مخه ولا انا راسي بدي يعورني من الحين؟ ما يدخل فخنا كله. نبغى نشرح ان في فرع من العاب الخفه اللي هي المايند ريدنج او المنتاليزم، وهي بالالعاب الخفه. عندك الالعاب الخفه العاديه فيها كروت تختار كارت صحيح، ومنها بيخبرك الشخص صحيح الكارت. وفي عندك الفرع هذا اللي وايد كان احنا معروفين عنه، وانا اللي متخصص فيه اكثر. اخوي مروان ارجع بذاكرتك، باك ترجع لايام اول، ايام وانت صغير، مو بوايد بس ارجع عندك وتفكر لي بصديق. تفكر لي بصديق، عندك حد موجود بمخك؟ شخص موجود؟ زين، ركز على الشخص كانه واقف هني قدامنا، كان واقف قدامنا بمرحلة من المراحل الدراسية. الإعدادية، المرحلة الإعدادية صح؟ ركز وياي، ركز وياي، كأنك قاعد ترسل لي، كأنه هو واقف لي. أخاف أتواصل وياه؟ بعد قاعد أتواصل وياه؟ لا يتابع برنامج، مو بعد أتواصل وياه. عسى إن شاء الله أشوف الحلقة هاي إن شاء الله ويعرف إنك أنت بعد قاعد تفكر فيه. نعم. ونحيي أخوي صالح. يا صالح اوكي، ثانك يو صالح. صحيح صحيح. من الاشياء اللي التحيه صراحه انا ما زمان ما شفته، لكن هو اللي على بالي فعلا. زين اخوي نبيل، اباك تفكر لي برسمه. زين فكر لي برسمه موجوده عندك؟ عندك رسمه؟ هي. عندك رسمه؟ لو كنت طالب من الاستاذ حنان تفكر برسمه كانت بتفكر باي شيء ثاني، أو مروان بشيء ثاني، والأستاذة زينب بشيء ثاني، بس أنت قاعد تفكر برسمة معينة، وأنت إنسان طيب زين. بس أكد لي لو صح، ما أعرف
كان تحط ايدك ايدك تحمل نبيل اوكي الرسمه طلعت برنترز اوكي ما يصير وايرلس خلي ايدك خلي ايدك غمض عينك ما عليك ما اوكي ثاني ركز يا نبيل ركز وانت مغمض عينك لاول مره شو اللي قاعد تفكر فيه؟ اقول اللي افكر فيه؟ إيه؟ اللي رسمته انت اللي هو؟ القلب القلب ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فيري ماتش بس ااكد للكل ان انتم ما مخبريني هالشيء مو بهامشيني ولا ان انا بعطيكم بيزات ان تختارون لا طبعا اللي ابا ااكد للجمهور اني انا قبل ما اجيكم البرنامج اول ما وصلت لي من وقت جاي من وقت اساس ان اكون جاهز قبل نعم. البرنامج دائما اي برنامج اكون حاضر فيه اي من وقت صحيح كنت مصور صوره ومنزلينها على الانستغرام من منكم قاعد يتابعني على الانستغرام في صوره موجوده ابغاك تفتح الانستغرام لاكونتي @معين البستكي يلا صبر ذبحنا اليوم @معين البستكي في معلومات انتم فكرتوا فيها ما تشد مخبريني بالمعلومات منزل صورة قبل ما أدخل عليكم في الاستوديو بس لو الكاميرا تروم تاخذ الصورة هاي الصورة عندي طلعتها أنا @معين البستكي لو ممكن ناخذ عليه كلوز الصورة تقول صالح في الإعدادية قلب جبل جيس وجبل جيس يا سلام الله عليك الصراحة كيف معي لحظة خلينا نتفاهم الحين هاي بعد الحين لازم انت تقول لي خفة يد هاي مو بخفة يد انت يديك هنا هاي ما فيها خفة يد انت دخلت افكار زين ابى اطير يستوي في شخص موجود بيننا عبالها ان احنا ما ضل يصور صح اشوفه استاذة زينب شخص بارج الله يسلم زينب الحمد لله أنا وأنا جايكم اليوم قلت أجيكم أول مرة للبرنامج ها وما يبيع شيء ما يستوي عيب فخطفت خذت لي هدية وقلت لكم موجود هني الهدية بنرجع لها قبل شوي البكس يخوف الصراحة أرنب لا هداياك يعني بعد لازم نطمن بعد مو بي هدية ما في يطلع لي شيء أستاذة زينب تفكري لي بأي تاريخ يوم وشهر غيري بالك كم من مرة ارسي على تاريخ اللي هو اليوم تو ديجيت والشهر عندك تبي تغيرين اكثر غيري لين ما عندك تاريخ تبي تختارين عيد ميلادك كيفك هذا اختيارك انت ولكن اختار شيء اسامي شوي هي عندي خبريني والتاريخ والله انا خايفه ترى امورك طيبه لا تحاتي انزين التاريخ 27 27 الشهر 5 أخوي مروان اختار لي السنة سنة أي سنة؟ سنة؟ سنة العام 1988 على أساس تشرد لو صرت بعيد لا سنة ميلادي مميزة أستاذة حنان اختاري لي أي رقمين أي رقمين غير بارش كم من مرة اللي ما عندك رقمين 25 أخوي نبيل آخر رقمين فضل 97 تبى تغير من 97 شيء ثاني لا مرتاح 97 هالأرقام أنتوا اخترتوا عشوائيا نعم عشوائيا أستاذ زينب اختارت رقم تاريخ والشهر أستاذ مروان السنة اخترت السنة أستاذ حنان اخترتي وأستاذ نبيل هم اخترت ف أرقام عشوائية في عام 2015 تاريخ 24/8 تقبض لي بس هالصبورة دخلت سوبر ماركت شريت لي كم من غرض أعطوني رصيد خليته وياي قلت بيوم من الأيام يوم بكون بميلس من الشباب طيبين شابات بجيب هالرصيد عندي داخل الصندوق
رصيد أخوي مروان تأخذ رصيد. نصيحة لا تقرب. تقرأ لي الرقم اللي على الرصيد اللي من 2015 كنت محتفظ فيه ويا ابن الجاي. 27051888 259 لا مستحيل. لا لا الموضوع اوفر يا جماعه. تاخذ فلوس على الكاميرا عشان تتاكد هذا فعلا نفس الرقم. الورقه كانت موجوده بنفس الرقم اللي موجود وكتبناه واخترناه نحن كمقدمين للبرنامج. على فكره انا لاقعت معاه وشرت من هذا الموضوع بس منصدمه الصراحه من اللي قاعده اشوفه. لو غيرنا الرقم الرصيد بيتغير؟ سؤال في مكانه. وانت اخترتوا هالارقام؟ لا مش انه بخط اليد يعني حتى انه برنت. بس يا مخرجنا بليز ركز على ال يعني مطبوع عرفت مو بانه الحين الشيء مسوينه وكاتبنه. انت خليتني اسرح شوي. لكن الحين وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله نشوفكم شباب في الايام الجايه. تابعونا دائما وشوفوا حلقاتنا ومفاجاتنا الجايه. رفقتكم سلامه اينما كنتم. مع السلامه.